وصلنا مشاهدينا إلى الفقرة الثانية من حلقتنا الليلة، وهي بعنوان الطفل والجانب القانوني. تطرقنا بالأمس عن الطفل والجانب التربوي، ولكن الجانب القانوني أيضا له أهمية كبيرة تحتم علينا الاهتمام فيها والتطرق لها من خلال هذه الفقرة مع ضيوف فقرتنا، المحامي الأستاذ جراح العنزي. حياك الله أستاذ جراح. حياك. وأيضا معنا المحامية الأستاذة هيا الدوسري. حياك الله أستاذة هيا. وايضا معنا الاستاذه المحاميه زينب الرامزي. حياك الله استاذه زينب. بدايه يمكن اذا نبدا معك استاذ جراح، القوانين المشرعه اليوم اللي تختص بالطفل، اذا نتكلم عن مجتمعنا، ما نبي نتكلم يعني مثلا بشكل عام عن المجتمعات، هل هي رادعه لكل شخص ممكن تسوي له نفسه انه يرتكب جريمه او يرتكب نوع من العنف ضد الاطفال في الكويت؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. في البداية القوانين هل هي رادعة أم غير رادعة؟ أنا من وجهة نظري أن القوانين رادعة. وما جاء في الدستور دولة الكويت في فقرة 9 و10 واللي نصت على حماية الطفل. كذلك المادة 16 من قانون الجزاء الكويتي اللي جرم وعظم العقوبة على أي شخص يحاول يستغل الأطفال. احنا نتكلم كقانون، القانون موجود. لكن هل السياسات الموجوده او اللي نسميها احنا بالقانون ثقافه القانون او روح القانون. بمعنى ان شلون اقدر احاول احمي الطفل سواء كان داخل الاسره، استغلاله من داخل المجتمع، استغلاله يعني باي ناحيه من النواحي الاستغلال، سواء كان جسدي، سواء اي نوع من انواع الاستغلال. من ناحية قانونية قاعد نقول لك القانون فعل وجرم عملية الاستغلال هذه، لكن احنا نحتاج الى ناحية اجتماعية. الناحية الاجتماعية هي المطلوبة في هذا، يعني القانون مو مقصر، لكن مو مقصر يعني يمكن اجتماعيا تقصد الوضع الاجتماعي والاسري هو اللي فيه مشاكل. اي، لان اي شخص يعني يبادر بتقديم شكوى سواء بالاستغلال، سواء بال الضرر، سواء بالعنف الأسري، سواء بالضرب، سواء هذا بإذن الله حقه موجود وفق القانون. وحقه على قولتهم راح يكون ياخذه نفس ما نقول زي العسل. زين استاذ هيا، يمكن مثل ما يقول استاذ جراح ياخذ حقه بالقانون زي العسل، لكن هل اليوم نحتاج يمكن في ظل هذه الظواهر اللي موجوده اليوم، ظواهر العنف اللي قاعد نشوفها في المجتمع بالذات من صغار السن يعني الاطفال او المراهقين، نحتاج ان يكون في تشريع لقوانين جديده ممكن تصعب على من يستغل الطفل اليوم في اشياء ممكن تضره جسديا او غيره؟ هو في نسبه اضرار سواء كانت نفسيه او كانت جسديه حق الطفل هذا، بس انا ما اشوفها بشكل ظاهره، هي حاله فرديه ممكن تصير مره او مرتين في مجتمعنا. احنا ما نقول ان احنا مجتمعنا ما في ولا شيء، انا مو قاعده ادعي هالموضوع، لكن ما تعتبر ظاهرة. لأن الأستاذ في من يقول أن قليل من المشاكل ممكن توصل مخافر وكذي، كثير من المشاكل ما توصل مغفر وما توصل أنها حتى تصير قضية، لكن هذه ظاهرة موجودة، يعني كثير من الأطفال قاعد يتعرضون لها. ما توصل حق المخافر، لكن يعني مو ماكو أحد قاعد يتعرض لها. يعني مثلا في المدارس قاعدين يشوفون ظواهر عند الأخصائي الاجتماعي أو شيء كذي، وقاعدين يحاولون يحلونها بين الأهل. إذا كانوا ما يبون يعني يروحون حق القانون أو عشان اعتبارات أسرية أو عشان اعتبارات مجتمعية فهذا موضوع ثاني، بس هذا مو معناته أن القانون موجود. يعني ما نحتاج اليوم تشريع قوانين غير القوانين اللي موجودة عشان على الأقل يتم ردع اللي يفكر مثلا في ارتكاب شيء من هالنوع اللي نتكلم عنها، يعني عن جرائم الأطفال. هو اللي قاعد يرتكب مثل هذه الجرائم عارف أنه في قوانين قاعدة تجرمه، زين، وعارف أنه في قوانين وعارف أن العقوبة راح تطال أكيد 100%، لكن قاعد يعني يستغل مثلا ان الناس هذيلا ما راح يبلغون او الاعتبارات الاسريه اللي صايره، يعني هذا اللي قاعد يصير. بس احنا، انا ما اقول لك احنا ما عندنا تشريع خاص بالطفل، احنا ما عندنا تشريع خاص بالطفل، احنا عندنا اتفاقيات موقع عليها الكويت اللي هي اتفاقيه حقوق الطفل وبروتوكول جنيف، اوكي هذا موجود. محددين سن الاطفال عندنا محدد بموجب هذه الاتفاقيه، ومرات احنا ما نكون محتاجين حق قانون، احنا محتاجين حق اتفاقيه، يعني الاتفاقيات، المراسيم، القوانين كلها امور
المطلوب منها تنظيم الحياه، تنظيم حياه الافراد قانونيا. نعم. يعني احنا مو عشان ما عندنا قانون طفل مستقل بذاته معناته احنا ما عندنا شيء، لا احنا عندنا فعلا. استاذه زينب، يمكن هم بعد استاذ جراح انا قاعد استشهد بكلامك، يتكلم عن ان القوانين ممكن تكون بعد مثل ما قالت الاستاذه هي مكتمله او رادعه، لكن يقول لك اجتماعيا او اسريا هذه المشاكل ايه اللي اليوم يمكن يبي لها قوانين، مثل ما في ناس يطالبون بقوانين، يمكن بالغرب في قوانين اجتماعيه واسريه حتى تحد الاسره من اشياء، هل نحتاج اليوم لهذه القوانين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن ما ادري اختلف وياهم شوي، بس هي وجهه نظر خاصه فيني. نعم. هو بالنسبه حق الطفل طبعا احنا عندنا تشريع، تشريع قانوني زين اللي هو يعني يجرم هذه الجرائم، ولكن اذا احنا نبي نتكلم بشكل خاص عن يعني جريمه تكون بحق الطفل، ما في اي قانون يعني يكون خاص لهذا الطفل. نعم. لان القانون بشكل عام، القانون الكويتي خل يعني ضمن جرائم الطفل بالعقوبات اللي هي خاصه في نصوص قانون الجزاء. فبالتالي انا لما ابي اشوف نصوص قانون الجزاء اشوف ان الجريمه اللي ترتكب بحق الطفل نفس الجريمه اللي قاعد ترتكب عقوبتها نفسها في الجريمه اللي قاعد ترتكب في حق الكبير. بالتالي انا هني لما ابي اتكلم عن خصوصيه لهذا الطفل انا ما اشوف انه في خصوصيه للامانه. يمكن في بعض الاتفاقيات اي نعم، ولكن احنا ما نروح على طول حق المجتمع ونقول ان المجتمع فيه اساليب خاطئه، هم اللي قاعد هذه الاساليب هي اللي قاعده تؤدي ان الجرائم هذه اللي قاعد ترتكب اللي بكثره قاعد تصير عندنا في المجتمع الكويتي بشكل خاص. ولكن احنا اول شيء نقول على القانون، اذا كان في نص قانوني واضح خاص بهذا الطفل بالعكس الكل يمكن راح يقول يعني يوقف. وحتى الاتفاقيات اللي تكلمتي عنها، هل في تطبيق اليوم لهذه يعني الاتفاقيات بحذافيرها؟ للأمانة يعني أنا ما أشوف الصراحة في يعني اهتمام للطفل إن مثلاً أنا لما أبي أحط عقوبة ليش ما أحط عقوبة تكون رادعة للشخص اللي يرتكب بحق الطفل هذا؟ يعني في بعض العقوبات مثلاً نذكر بعض الأمثلة، يعني مثلاً ولي الأمر زين يعني هي شغلة يمكن بعض الناس تكون لهم يعني هذه شغلة بسيطة، يوصل الطفل عمره 6 سنين زين ما يدخل المرحله الابتدائيه، مع العلم ان احنا عندنا بالكويت هني القانون الزامي بلوغ الطفل 6 سنين انه يدش المرحله الابتدائيه. في بعض الناس للحين عندها الافكار القديمه ان عادي ممكن اني انا ما ادخل، هو ملزوم، ولكن شنو عقوبه لما انت بتيجي تعاقب ولي الامر؟ هذا اللي انا بس فالناس ما راح تحط بالها على هذا اللي انا بسال عنه. يعني استاذ جراح، اليوم لما يكون في شيء الزامي مثل التدريس للمرحله الابتدائيه ان والد ما درس الولد ما دخله، هل في شيء بالقانون يلزم الوالد او يعاقبه او يجرمه، او ان احنا نحتاج حتى لهذا يعني قانون لهذا الموضوع؟ ما في شك اخوي احمد، احنا بالنهايه لما نتكلم سواء هل العقوبه رادعه او غير رادعه يعني تختلف من شخص لشخص. احنا بالنهايه نتكلم، الاستاذه زينب اللي تفضلت فيه ضربت في مثل الزاميه التعليم، وان التعليم ملزم في حق ولي الامر، وان اي ولي امر مثلا يتخلف عن تسجيل الابن مو معنى هذا الكلام انه ما يعاقب، بالعكس قاعد يعاقب وقاعد يوجه لهم دعوه شكوى من قبل وزاره التربيه ويتم استدعاء ولي الامر. في اجراءات يعني؟ في اجراءات وفي احكام. عاد هني انا اختلف مع السائل، انا تعتبر غرامات لانه ما مر علينا صراحه على القانون، ولكن احنا بس بالنهايه عفوا استاذه زينب، انه هل لابد يسجن ولي الامر؟ انا بسجن ولي الامر دمرت اسره كامله. لا لا انت ما، وهي شنو هي مو شرط في غرامه ولا ما في؟ غرامه بس غرامه 100 دينار عنده يدفعها عادي. لا ما توصل، ما تتزوج 10000 عشان ينحل قانوني، ما تتزوج 200 دينار يعني يدفعها عادي يطلعها يقول لك. لا نهايه المطاف احنا استاذنت ان الامر مجرم، واي شخص يحاول يخالف الامر هذا يستدعى ويوجه له تهمه ويحقق معاه، وبالنهايه ويلزم ايضا بتسجيل الابن، يصير الزام بعدين. نسبه الاميه في اجراء، نسبة الأمية عندنا صفر. لا يعني احنا ما عندنا كويتي أمي. أنا ليش ماكو هاي من المثل. ليش قاعد أقول له؟ أنا أسألك ليش؟ لأن ما شفنا من قبل واحد مثلا ما ودى عيال المدرسة. احنا خذنا لا والله في، أنا مروا علي. والله مروا علي. لا احنا ما دخلنا. لا في، لا في. بس احنا ما نتكلم بشكل عام. الفلاسفة يقولون الطعن في الأمثال ليس من شيء من العقلاء، احنا هو مثل يعني مثل ضربته وفي غيره كثير. بنهاية المطاف القوانين المطبقه عندنا في دوله الكويت، نعم يعني مثلا انت تفضلت وقلت هل نحتاج؟ بلا شك، يعني ما في بلد ما يحتاج التطوير لان
أطفال اليوم غير أطفال السبعينات، غير أطفال الثمانينات، غير أطفال التسعينات، غير جيننا، غير 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 يعني. إيه الإعلام الموجود، الوسائل الموجودة، وسائل التواصل الموجودة، صح. يعني هذه كلها طفرة. الطفرة هذه تحتاج إلى شنو؟ إحنا عندنا مشكلة الآن. يعني قبل فترة قاعد نتناقش عن تأخر إصدار القوانين. هذه تأخرها عائدة على منو؟ بالسلبية عائدة على المجتمع. ليش عائدة على المجتمع؟ لأن بنهاية المطاف كل ما يعني يحدث طفرة في المجتمع ويحدث طفرة في وسائل الحياة، عندنا احنا آلية إصدار قوانين جدا بطيئة، مو بس يعني سواء على الطفل سواء على أمور بشكل عام يعني. بشكل عام تعرف الحياة السياسية عندنا في الكويت تمر بمراحل وتمر بمخاض وتمر، فهذا يعود أثر على المجتمع بسلبية، بحيث أن القانون اللي تحتاج خلال شهر ممكن نقعد 6 سنوات 7 سنوات يلا يطبق. كذلك القوانين اللي اصدرت، اغلب القوانين اللي اصدرت في حماية الطفل اللي قاعد الموضوع اليوم اغلبها اصدرت في مراسيم، يعني ما اصدرت عن طريق مجلس الأمة. اللي صدر مشروع في قرار او مشروع في مرسوم، يعني كل اللي قاعد يصدر تأخر في مجلس الأمة. يعني حتى يمكن كثير من الاتفاقيات الدولية صار لها بالأدراج في المجلس يمكن 10 سنوات واكثر. فعلى كلامك يعني ما في اهتمام من هالناحية من ناحية المجلس، يمكن في فترة من الزمن، لكن نتمنى يصير في كمان الفترة القادمة إن شاء الله. الخير بقبال إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى والله. أستاذة، بالنسبة لموضوع من يستغل الأطفال، اليوم أنا بستغل طفل مثلاً باخذه بشغله، وممنوع قانوناً إنك تشغل طفل يعني عمره 10 سنوات أو 11 سنة. أنا أخذت هالطفل استغليته وشغلته في شغلة، حطيته بالشارع أو سويت أي شغلة، هل في بالقانون شيء يجرم أو يحملني مسؤولية أو في عقوبة رادعة لي أتعاقب فيها على هذا الفعل؟ في مساءلة جنائية تصير بهالخصوص، لأن قانون العمل حدد الطفل تشغيل الطفل يكون فوق 15 سنة وما يكون في وظائف في حرفية أساساً، يعني يستخدم فيها آلات ضارة أو شيء كذي، ومدة العقد تكون سنة، يعني كل سنة تتجدد علشان إحنا نقيس الطفل هذا. طبعاً أنا ما أعتقد إن في يعني عندنا ياهال بالكويت يشتغلون بهالعمر، بس أي شخص أكيد يستغل مثل هالموضوع القانون قاعد يسأله، وهم إذا صار في ضرر أكيد على الطفل هذا 100% القانون وفقا للقانون المدني يعطي تعويض، يعني مثل ما تقول يجبر الضرر اللي حصل حق الطفل من هالموضوع. يعني أنا لما سألتك قصدي لما نشوف بالشارع اليوم أطفال مثلا يبيعون عطورات أو يبيعون سيديات أو أعمارهم صغيرة يعني على إشارات 9 سنوات و10 سنوات، هم بعد هذا يعتبر طفل يعني بالمجتمع، صح موجود صح. هذا اليوم يعني حتى لما أبوه يشغله، هل أبوه بعد يتحمل مسؤولية قانونية؟ أبوه يتحمل مسؤولية، وفي أحكام قاعد تصدر ضد الطفل وضد الأبو بعد. نعم. إذا في حالة إذا رجع الطفل اشتغل مرة ثانية، لا خلاص قاعد يسألون هما الاثنين، لأن الولد ما راح يكون مسؤول عن تصرفاته، يعني الولي هو اللي مسؤول عن هالتصرفات. نعم. واللي قاعدين يشتغلون يعني قاعدين يرهقون الطفل هذا يعني بس عشان ياخذ عطف وياخذ شفقة والناس تدفع له وتعطيه. فهذه كلها أمور يسأل عليها القانون، بس يعني قاعد يصير في تحرك وقاعدين يحاولون إنهم يوقفون مثل هالأمور. يعني حتى صادف عندي بالفترة الأخيرة كان عندي مراجعات بوزارات، راجعت وزارة الإعلام، راجعت وزارة الشؤون، كان فيها مفتشين يتذمرون من هالموضوع إنه هم حتى مو ملحقين على ضبط مثل هذول الناس. يمكن كثير من الأطفال مثل ما قلتي في ناس يستغلونهم، ممكن حتى من أهلهم بموضوع العطف والشفقة، لكن أيضا عشان ما نبخص حق الكثيرين في من هم فعلا بحاجة يعني إلى هذا العمل عشان يعيلون عائلاتهم. عندنا تقرير خلينا نشوفه ونرجع إن شاء الله مرة ثانية نكمل معك. أكد التقرير الصحي لمسودة برنامج التعاون بين الكويت واليونيسف الخاصة بالطفل للأعوام ما بين 2007 و2009 على الحقائق التالية: تراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 128 في الألف في عام 1960 ميلادية إلى 9.8 فقط في الألف بالعام 2005. إن نسبة وفيات الأمهات أثناء أو بسبب الولادة ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 5 وفيات في السنة، كما تتم الولادة لنحو 95% من حالات الحمل تحت إشراف طبي.
أن تطعيم الأطفال قد بلغ معدل تغطيته 98.7% من أطفال الكويت وبكل أنواع التطعيمات. أستاذة زينب، إذا نسأل عن موضوع الخدم ومشاكل الخدم مع الأطفال وجرائم الخدم مع الأطفال، أنت كونك محامية شلون تشوفين الأعداد تمر عليك؟ يعني إذا عندك قصة معينة لحالة. شوف، للأمانة هي المشاكل يعني عاملات المنازل قاعدة تزيد بشكل فظيع. أنا أشوفها لسبب إنه يمكن إنه لمن من اي جنسيه، طبعا احنا ما راح نخص جنسيات معينه، ولكن لما انا اي اسوي عقد مع المكتب نفسه على اساس ان انا ابي اجلب لي عامله حق البيت، المفروض ان تكون في يعني مثل ما ان انت تبي تحمي حقوق هذا العامل، تحفظ له حقوقه وتعطيه واجباته، في المقابل ليش ما تحمي الشخص اللي قاعده يعني ياخذ او يستعمل الفئه من الناس؟ لان شنو اللي قاعد يصير؟ ان هم طبعا لما يجون من ديرتهم عارفين ان مثلا انت معاشك كذا، انت تسوين كذا، انت تسوين، يعطونهم النقاط. اذا رحتي مثلا مكان ثاني، بيت ثاني غير بيت اللي معزبه صاحبه البيت، لا تشتغلين، لا تسوين كذا، لك مثلا يوم تطلعين، وهي تي على لا يمكن هذا ما تاخذ من برا بعد، لما تي يقولوا لا لا احيانا لا. يعني انا اللي صادفني شخصيا الصراحه ان هي ماخذه خلفيه من ديرتها بالعقد وموقعه وكل شيء، لما جيت هني تسال زين. طبعا بعد المشاورات اللي تصير تقول لك انا من البدايه انت ما تاخذها، تقول لك مثلا انا ما اطلع وانا كذا، تي لك تشتغل فتره، طبعا انت تدفع وتخلص فتره الست شهور هذه مالت الكفاله مالت المكتب، بعدين عاد تطلع لك الاعذار، انا بطلع، انا ما ابي البيت، البيت كبير، البيت فيه شغل، البيت ما فيه شغل. مرت عليك حالات عنف مع الاطفال من الخدم؟ اي للامانه اي صراحه، يعني اشياء شغلات فظيعه، بس انا طبعا ما احط اللوم كله على الخادم. أكيد المقابل الأسرة لها دور. يعني ايه الاسره يكون لها دور في احيانا، يعني تيلك مثلا تطلع لك 1% 2% ممكن يكون فيها يعني